مرحبا بكم في حلقة اليوم من احنا معك. برنامج تراس اليوم يهزنا لولاية جندوبة. هذه جندوبة، مناظر طبيعية ساحرة وأراضي فلاحية خصبة وتاريخ كبير يرجع للعهود الفينيقية والرومانية. اليوم مشروع تراس يوصل بينا للشمال الغربي باش نتعرفوا على مشاريع جديدة كانت في نهار أحلام لأصحابها. هذا طريقنا البوسالم، واحدة من معتمديات ولاية جندوبة. كان عندي موعد مع مدام عقيلة في جيشة خاص، وهوني الشركاء المنافذين هما أسيكا، مكتب الاستشارات والمرافقة الفرنسي ذو الخبرة الدولية، والشريك التونسي اختصاص الدراسات والمرافقة والتكوين أجير بقيادة مكتب الاستشارات الإيطالي الدولي ميكروفينانزا. باقي مدام؟ صافا؟ لاباس؟ كيفاش عليك؟ شحالك؟ هذا لو غيشي تراس؟ غيشي تراس. باهي، دونك احنا في بوسالم، وكما حكينا في التليفون انه باش نتلاقاو باش نزورو الفلاح. شكون هو الفلاح؟ لسا مثلا الفلاح هي تعاونيه، نتكلموا على 350 فلاح، ما نتكلموش على برومتور واحد، اليوم 350، نتكلموا على ريجيون كامله، نتكلموا على 1000 هكتار، بما فيهم معناها 1000 هكتار هم صغار الفلاحين اللي عندهم اقل من 5 هكتار. يتجمعوا كلهم في مشروع. يتجمعوا كلهم في سماسا يولوا قوه، اللي هم ينجموا يعملوا انفستيسمون مع بعضهم، ينجموا يقووا رواحهم، ينجموا يجيبوا لي فورنيسور حتى لعندهم ونيغوسيو معاهم. ويعملوا مشروع كبير. باهي، احنا ماشيين لهم توا. ان شاء الله. بعاد من هوني ولا؟ لا قريب. باهي، يلا، نمشيو؟ أي تفضل. وصلنا لقطعة تابعة لواحد من الفلاحين اللي ينتميوا للفلاح، الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية، SMSA. أما قبل كل شيء، كان عندي لقاء مع النساء الفلاحات في نهار صيفي سخون. خانة، هاي مرحبا بكم. مانيش باش نقول انت شو اسمك وانت شو اسمك، اما تنحكيو معاكم باش نبداو نعرفوك. ما وقتاش قمت اليوم؟ قمت ماضي ثلاثة. ماضي ثلاثة؟ عليه؟ هاكا هما خاطر باش تخلط؟ باش نخلط نقوم لفترة صغاري ونحضرهم ومن بعد. وين تسكن انت؟ فرنان. نجمعوا في البطاطا. مرة ولا نعرشوها اللحم منها العرش ونغطوها وبعد نرجعوا نجمعوها. نجمعوها باهي. وتكملوا وقتاش؟ نحن والعباي، نحن والعباي 12 ونص. كل مرة كل مرة كيفاش اليوم خاطر عارف كيف من الذكر شوي حتى باهي. وتفطروا تجيبوا معاكم الفطور؟ جيبوا معنا الفطور وكل قدير وقادرة في الفطورة. شنو جبت اليوم؟ كل شيء كل شيء. كسكسي وانتي؟ المقونة، سلاطة مشوية، خبز طابون، خبز مشوية. ما لا انتي صنيفة فيهم؟ لا لا كل واحد كيفاش يجي. وتاكلوا مع بعض؟ عين ياكلوا كل مجموعة 4-5 نسيا فطروا مع بعضهم ونطيبوا بريتنا ونشربوا مع بعضنا وخوينا ونروحوا. وتروح تجيب الكل تلحق الماء تلحق. اي كل واحد يعمل حاجة. كل واحد يعمل حاجة. ضيعة صغاري وكل شيء ما تعبنا. وين يا خالتي فضة وين؟ هوني وراك. هوني وراك. ايش ايش هوني ايش؟ شو احوالك؟ لاباس؟ لاباس. توا قداش عمرك خالتي فضة؟ هما يقولوا نساء ما نسألوهمش على أعمارهم، ما يسألوا. سبعة وستين. سبعة وستين، تبارك الله، يعني ما زلت تخدم؟ قداش عندك في الخدمة ذي؟ عندي برشا، من خلق 10 سنين. من صغيرة نخدم فيها. متعبة تكون بكري والأرض وتبدأ تجمع ولا تعزق في الأرض ولا حاجة؟ نعزق كل شيء، كل خدمة اللي جينا نخدم. باه، توا هالخدمة ذي علاش أكثر نساء؟ مو خاطر الرجال ما تخدمهاش على خاطر خاطر احنا ناخذوا في 10000، الراجل باش ياخذ 10000، الراجل يخلص في 10000، الراجل باش ياخذ 10000 يرضى لك بها ما يرضاش بها، المراه مسكينه هي ترضى بها. انت ترضى انت؟ ترضى على خاطر عقل ظروفها، هي ترضى على خاطر عقل ظروف نتاعها. وين تسكن؟ فرنان. غاد شوي دوب الكل فرنان. هاي كلنا من فرنان، كلنا مع بعضنا. باهي، تشرفنا برشا. عايشك. وحاجه ياسر تفرحني نراكم. عايشك. وعندي ياسر تقدير لكم. عايشك. لانكم بالحق تخدموا في خدمه كبيره. نعم. بفضلك. لا لا كلنا كيف كيف. خلينا نصوروا يحيى هات، خلينا نعملوا تصويره معاهم.
هاي نصورهم يا شيخ هاي مشكلنا التصوير ما ثم مشكله احنا مش عايتنا لك عليه ربي يعينكم بدنا يتفكرونا هانا احنا ديما نفكروكم وهما كي يشوفوا هذا يتفكروكم انسى الفلاحات هما مجاهدات حقيقيات يعانيو من أخطار التنقل للخدمة وأجور متواضعة ما توفيهمش حقهم رغم وجود القوانين المنظمة فقط على الورق سي شرف الدين مشروع التراس هذا شنو يقدم للفلاح؟ لاي مشروع التراس هو مشروع رائع هو جاء البرنسيب بتاعه جاء للفلاحة قال لهم استثمروا وانا معاك باختصار ونايا معاك لان الفلاحه بدون استثمار راهو ثم الاندفاع واحد من الفلاحين المنتمين للسمسة الشركه التعاونيه منذ 1993 هو شرف الدين انت باش استفدت انت من تراس بالنسبه للشركه التعاونيه استفدت من في المشروع فما ماتريال اللي هو مثلا سموار متاع سيمي ديريكت اللي هو باك مايس هذا اللي حصدوا به المايس اللي هو دعم مادي في شكل زرارع في شكل ديزانترون دعم تراس الشركة التعاونية 350 فلاح المنتمين لها بكل مستلزمات مشاريعهم الصغرى وبتيسير وتعصير في لحتهم ودعمهم ماديا كل هذا من أجل حسن اندماج التعاونيات في الدورة الاقتصادية مش أنا تنجم تكون كومبيتيتيف ولا تنجم هي التعاونية هذه هي 90% من فلاح صغار ومن فلاح أضعاف يطلبوا تمويل والتعاضديات هذه ولا لا سمسا ذوم الوحدات ما عندهمش أكسي للبنوك شنو كيفاش مش يستثمر حاليا إذا كان مثلا ماشي دعم من المشاريع هذه ما ينجموا يعملوا شيء برنامج تخاص جاء في الوقت المناسب لمرافقة الفلاحين هذم خاصة في اختصاصهم الأول في التعاونية 90% وهذا علاش احنا مشينا للمشروع نتاع الأعلاف لأن 90% منهم مربين أبقى احنا الفلاحة بصفة عامة في تونس تعيش في صعوبات كبيرة برشا واللي بروجي هذوما قدمونا برشا برنامج تراس بالحق معناها حل نجوى نحنا وخلانا معناها نخدموا واحد كل شيء خاطر عملنا ماتريال خممنا في فلاح صغار خاطر معظم الفلاح معناها صغار فلاحين وخممنا فيهم معناها باش نعملوا لهم خممنا في الاعلاف تعرف صعوبات الاعلاف وصعوبات الحليب البريود هذه واحد دونك خممنا عملنا ماتريال بس سهلنا عليهم برشا وتفسر مدام عقيله الكوتش مع الشريك المنفذ ميكروفينانزا واللي ترافق عديد المشاريع في ولايه جندوبه كيفيه المرافقه هذه مع لسمسة الفلاح تراس في شكل لسمسة لسمسة شرت ماتريال بكريدي فورنيسور وكريدي ليزينغ اللي هو الماتريال شنو هي كهرباء و اللي يستحقوه يعني اللي يستحقوه تراس تدخل في 14% باش في اللوتو فينونسمون باش ينجموا يعملوا الاكيزيسيون خاطر هي المشكله فيش فك اللوتو فينونسمون الفلوس الاولانيه ما يلقاهمش ما يلقاهمش الصعوبات البوتيتر اللي يرقاها مع البنك هنا تلقاها محلوله يعطيك الصحه به انت كوتش معناها كوتش معناها تفورميهم ترافقهم افكتيفمون نحن كوتش في اطار مشروع تراس نحن بدينا معاهم تولينا 7 شهور والاكثر بدينا نحن تبعناهم وعملنا لهم سوفي والاكومبانيمون باش يعملوا الدوسي الاولاني اللي هو تاع الماتريال وتاع الاكيزيسيون والميز اون بلاس دي بروجي اللي هو هو اكستنسيون مش بروجي المرافقه ديك الكل المرافقه هذه على مدة اشهر الدوسي في الميزون بلاس ومازال ومازال نتبعوا فيهم في السويفي اللي هو في الصاد الثانيه اللي هي 16% تاع الماتريال اللي هو السيرفيس اللي هو الفينونسمون تاع السيرفيس نحن نتبعوهم الفلوس نتاع السيرفيس وين تمشي بالضبط خاطر نحن وقت نحكوا على اس ام اس راهي عندها بلوزور امباكت على الريجيون كل بالنسبه للشركات التعاونيه الدعم بالخدمات لسيرفيس يشمل خلق مواطن الشغل واحد من أهم أهداف برنامج تخاص وتوفير مستلزمات العمل بأسعار معقولة وكذلك التكوين في احترام البيئة والمحيط في طرق استعمال المبيدات والأسمدة الكيميائية وخاصة تأمين النساء الفلاحات نوعوا الفلاح مش يعملوا مع أسيرانس اللي هي جد خلق تراهي مع تراس
هذه نشهد بها راهي تخلقت مع طراس وعملوا بها توا. اي نحن تم شكون فلاحه عملوا اسيرونس للنساء هذوكم وقت اللي يدخل عندهم شانتي نتاع 20 نساء يعملها اسيرونس تقع لها اي حاجه لاسيرونس تهزها. يعني فما تامين بالنسبه للنساء اللي كنا نحكي معاهم ولا مازال؟ اشونتيوم فما فلاحه اللي نحن وصلنا وعيناهم على طريق لسماسا باش يعمل الطريق اللي هي راهي لاسيرونس هذيك خالصه من عند طراس. اي باش يعملوها معناها باش يعملوها نورمالمون هذيك حاجه باهيه للريجيون كله. ممتاز ممتاز. من بوسالم مشينا لمنطقة سيدي مسكين باش نتعرفوا على مشروع رحاب اللي بدأت بزراعة الحبوب، قصتها مع الأرض ورثتها من حب والديها المشروعهم الفلاحي العائلي اللي بداوه منذ التسعينات. مدام شادلية وسي عزدين مرحبا بيكم. بيك عايشك. أنا المفروض أنه نحكيه مع رحاب هي لمحال، أما أنا قلت ما نجمش نفلت قصة حب كيما قصة حب تاع سي عزدين ومدام شادلية. عايشك تو تحب الارض اكثر ولا هي اكثر؟ حبيتها هي الاولى وبعد حبيت مع بعضهم. حبيتها هي الاولى وبعد جا الغرام معناها الارض معناها سيء في زيون. شادليه انت فلاح؟ انا فلاح وبنت فلاح. اي اما اكثر هو ولا الفلاح؟ با ياسر هو الاول. اسمع حتى اسالك السؤال هذايا حتى خلنا نحكيو شويه على انه انتوما اعطيتوا هل الحب ذي بتاع الارض الريحاء. قرينا بظروف صعيبه برشا راه هذايا تاكيد اللي وراء كل رجل عظيم امراه. شنو تزرع سي عز الدين؟ احجار مثمره. تشوفوا الرمان الزيتون والقوارص تتلهاو بيهم وتخدم وتهبط للارض بيسير كان ما تعملش هكاك ما تنجحش مشروع رحاب بفضل مسانده تراس باش يتنوع في الغراسات من زيتون ونباتات عطريه وبيوت للنحل، وهو مشروع يحترم البيئه ويحسن استغلال الماء بتقنيات اقتصاديه الى جانب توفير مواطن شغل موسميه وقاره. شنو هو الفورماسيون تاعها؟ بيوتكنولوجي. باه دونك سيونس وبعد تكنولوجي. ايش هنا بحذانا ايش؟ مرحبا بيك. اهلا مرحبا. باه دونك انت قدم شويه. انت مع سي عز الدين وامك عندكم القسم المشترك زي حب الارض. والله زرعوا نجم نقولوا نحن ملي صغار حلينا عينينا في الفلاحه. اي حلينا عينينا في معناها هما زرعوا فينا حب الارض هذه زرعت فينا معناها. انت اليوم في المشروع هذا بتاع تخاص كيفاش سمعت بيه؟ باهي تراس وقت اللي انا في الديبي معناها نتاع المشروع نتاعي بتبيع كيف اي معناها فلاحه ديبيتانت وجون باش تلقى معناها صعوبات ماليه. أي. بالاخص دونك رافقك تراس مش انك عملي ابوي دز معايا كيف نقولوا انك انت تتحدى الصعوبات الماليه باش نتحدى الصعوبات هذه. أي. وباش نعمل زاده معناها انكريدي هو البلابوي نتاعو هو هذيك بك الهيبه نتاع تراس. أي. خليني نعمل نقدم ونعمل انكريدي فورنيسور معناها بال 14% نتاعهم تاع تراس بقيمه المشروع نتاعي. آه. خليني نعمل واليوم كريدي. واليوم الحمد لله هاني بديت فيه عندي سيريال ان شاء الله في سبتمبر باش نزرع الزيتون وانتري ليني نتاعو لي بلانت اروماتيك ميديسينال. انت بنت المنطقه هذيا وتعرف اكيد زملاء وزميلات ليك فلاحين، شو نجم يقدم لهم مشروع كيما تراس؟ والله ريت انا باش هي باش تكون مورد رزق لي انا والنساء الجهه بصفه عامه. باش نعمل خدام بيرمانون معناها قار معايا هكا باش نديكلاري عليه باش نصب عليه في السي ان اس اس وباش نعمل بقدرة ربي 10 نساء موسمية معناها وقت وقت الزيتون وقت التحمير وقت اللي عندي خدمات هذوكم وبيان سور بغراس تراس 16% تاع غراس باش نعمل لهم لاسيرونس معناها باش يخدموا بلي سيكوريزي. هذا باهي انه الناس اللي تخدم في الفلاحه اليوم عندها تامين. تامين صحيت معناها دور للنساء صحيت معناها باش يخدموا في ظروف ملائمه شوي. باهي المرافقة ما زلت موجودة تاع تراس؟ بيان سور هذيك معايا من الديبي ما زالت كفكرة للتطبيق إن شاء الله اللي يكمل مشروعي بقدرة ربي. دونك مكملة في هالميدان هذايا اللي تحبوا؟ اللي نحبوا واللي تغرمت به من الصغرى كيف ما قلت لك بفضل الوالد والوالدة. إذا كنت تحب تهدي لها أغنية شنو تنجم تكون زعما؟ أنت أكثر من فنان مغروم بيه شكون؟
برشا فنانين. انت متصورك في الزمن الجميل. الزمن الجميل. عبد الوهاب وام كلثوم. ام كلثوم. شنو الاغنيه اللي تفكرك بها؟ شنو الاغنيه اللي تفكرك بها؟ هذه ليلتي وحلم حياتي. غلبتني فادي. تغزل الكاميرا. سي عز الدين ومدام شدلية يراو في رحاب اليوم امتداد لمشروع فلاحة عصرية وناجحة. وهذا الكل كيف ما قلت لك يرجع الفضل الوالدية للزوز، ربي يفضلهم إن شاء الله. يعطيهم الصحة.